فيروس كورونا يجتاح الهند بقسوة، والقطاع الصحي يرزح تحت ضغوط أعداد الإصابات القياسية. المستشفيات غير قادرة على استيعاب المزيد وسط النقص في مخزون الأكسجين وشبه شح للقاحات، لقاحات كورونا وأدويته. الدولة بكل طاقاتها غير قادرة على التصدي للوباء، وفي أقل تقدير على وقف وتيرة تفشيه. فهل ستطول مأساة الوباء في الهند؟ ضيفنا من نيودلهي الليلة الأكاديمي والباحث السياسي دكتور وائل عواد. دكتور وائل، أهلا بك معنا دائما في غرفة الأخبار. كما تابعنا ونتابع يوميا تستمر معاناة الهند والأرقام إلى ارتفاع، هل يمكن القول أن الدولة لم تعد قادرة على مواجهة الفيروس دكتور وائل؟ أسعد الله أوقاتكم بألف خير. في الواقع هي ليست قادرة على معالجة كافة هذه الحالات، لكن المستشفيات تعمل على قدم وساق على مدار الساعة وتستوعب أكبر عدد ممكن من المرضى، وكذلك الأمر المستشفيات العسكرية والمستشفيات المتنقلة التي بدأت تتلقى. لكن بسبب هذا العدد الهائل من المصابين عجزت المشافي عن تلقي المزيد، وايضا هناك نقص حاد كما تفضلتم في التقرير، كما تفضلت في المقدمه، نقص حاد في كميات غاز الاكسجين وفي ايضا الادويه التي تحتاجها المريض في هذا المرض رمسفيدير بشكل خاص، وكذلك الامر هناك نقص في الاسره. هذه هي المشكله الاساسيه في الهند. نحن لم نصل بعد الى الذروه في الاصابات في الهند، ونحن نتوقع خلال اليومين القادمين أن ترتفع هذه النسبة إلى أكثر من 500 ألف شخص في اليوم. دكتور وائل، على ما يبدو هناك جهات متهمة بالتقصير وبالتوصل لما تعيشه اليوم الهند. يعني محكمة نيودلهي العليا تقول أنه سنشرع في مقاعقبة المسؤولين الحكوميين إذا لم يتم تسليم إمدادات الأكسجين المخصصة للمستشفيات. هل اليوم بات مؤكدا دكتور من هي الأطراف التي تقف وراء هذا التقصير؟ هل في جهات يعني لديها هذه المواد وتمنعها عن المستشفيات؟ أعتقد أن هناك من يحاول أن يلعب بالسياسة في موضوع إنساني بحت. الموضوع هنا على الأقل نحن الآن نقول بأن ما زالت أعمدة الديمقراطية في الهند سليمة، خاصة القضاء وكذلك الإعلام بشكل كبير. لذلك المحكمة العليا وجهت انتقادات إلى المحكمة إلى الحكومة المركزية، كذلك الأمر إلى مفوضية الانتخابات، وهذا دليل على أن هناك تقصير وتقاعس وهناك محاسبة ربما بعد أن تنتهي هذه الجائحة. الحكومة المركزية هناك اتهامات بينها، كما تعلمين حكومة دلهي وحكومة المركزية ليست على ما يرام، هما حكومتان مختلفتان، لذلك هناك دوما خلافات وهناك محاولة لتسييس هذه القضايا. نعم هناك نقص في الأكسجين، نعم هناك نقص في الأسرة، نعم هناك معاناة إنسانية، نعم هناك سخط شعبي ضد الحكومة المركزية، وهذا بدأ يزداد خلال العشرة أيام الماضية بعد أن أصبحت حالة الإصابات في الهند أكثر من 300 ألف حالة إصابة يوميا وأكثر من 3000 وفاة. إذن هذه الأرقام الكبيرة دفعت حتى في الانتخابات الحكومية اليوم إلى القول بأن الحكومة الهندية غير قادرة على مواجهة هذا التحدي. لهذا السبب هي قالت أنها غير قادرة أن تقوم بتوفير ما يمكن، تدخلت الدول العظمى لتوفير هذه المساعدات. اسمح لي في هذا الإطار، هل يمكن اليوم للمحاسبة التي تم التلويح بها أن تؤدي إلى نتائج ملموسة؟ يعني هل يمكن اليوم أن نرى الوضع يتحسن، وذلك بالتزامن مع المساعدات أيضا التي تصل الهند؟ بالتأكيد الوضع سيتحسن وستكون هناك محاسبة. الهند ما زالت القضاء ممكن أن يلاحق حتى رئيس الوزراء بالذات، لذلك ليس هناك خوف على القضاء في الهند على الإطلاق. أيضا كما تعلمين نحن ودخلنا في انتخابات 8 ولايات وأراضٍ اتحادية، نتائج انتخابات كانت انعكست سلبيا على الحكومة المركزية. إذا هناك سخط شعبي منذ بداية أزمة كورونا في الهند وعدم قدرة الحكومة على مجابهتها وإعلانها الانتصار على الفيروس قبل أن يتم ذلك. إذن كل هذه الإجراءات، الهند صدرت الأكسجين قبل شهرين بضعف الكميات، الهند وزعت 65 مليون لقاحا إلى 150 دولة، الآن الهند تحتاج إلى أكثر من 600 إلى 700 مليون جرعة لإعطاء
من هم فوق سن 18. إذا هناك مشكلة وهناك قضية إنسانية. لذلك أنا أقول وأؤكد أن الحكومة المركزية تتحمل المسؤولية، كذلك هناك تحمل مسؤولية للمجتمع الهندي بالذات. المجتمع الهندي هو الذي سبب بانتشار فاحش لهذه الموجة بسبب تقاعسه، بسبب عدم التزامه بالإجراءات الاحترازية والبروتوكول لمنع تفشي هذا الوباء. إن لم تحصل الهند دكتور وائل اليوم على حقها في الإنتاج وعلى حصولها على المعلومات التي تطلبها أو تطلبها من منظمة التجارة الدولية من أجل الحصول على تنازلات بما يخص براءات الاختراع، هل بإمكانها أن تخرج سريعا من هذه المأساة؟ الهند تنتج لقاحان رئيسيين، اللقاحين الرئيسيين هما كوفاكسين وكوفيشيلد الذي يعرف بأسترازينيكا. الهند أيضا تحصل على السبوتنيك وتحصل على الفايزر، وكذلك الأمر على أسترازينيكا من الولايات المتحدة التي أرسلت هذه اللقاحات. ما يحدث الآن هو صراع بين شركات الأدوية الضخمة التي تحاول أن تستغل هذه القضية لمصلحتها بسبب الجشع، بسبب التنافس على من سيقوم ببيع هذا اللقاح. لذلك قد تشاهدين أن هناك بعض اللقاحات قد يتحدثون عنها بأن فعاليتها أكثر من 90%، البعض الآخر 65%، 70%. الموضوع هنا نحن في أمام أزمة إنسانية تواجه العالم، والجميع يحتاج هذا اللقاح، ولا داعي لمثل هذه التصرفات من قبل هذه الشركات. الجميع يريد أن يحتفظ بحقوق الملكية لكي يقوم هو بذاته بهذا الإنتاج. لذلك هذه قضية من الصعب جدا إيجاد حل لها، لأنها تتعرض إلى ضغوط سياسية أيضا من قبل حكومات ومن قبل الشركات العظمى. لكن في الأثناء دكتور وائل، ما الذي أنتجته هذه المساعدات التي تصل الهند تباعا من مختلف دول العالم؟ وهل يمكن القول أنه الخروج من هذه الأزمة سيكون قريبا؟ بالتأكيد الخروج سيكون قريبا، خلال شهرين على الأقل. الحكومة الهندية على الأقل في هذه المرحلة حصلت على جميع هذه المساعدات. الطيران الهندي الحربي يوزع الأسطوانات الغاز ومعدات مولدات غاز الأكسجين، وكذلك الأمر الأدوية واللقاحات إلى معظم أرجاء شبه القارة. كذلك الأمر هناك أكثر من 65 أو 650 ألف جرعة سيتم توزيعها خلال اليومين القادمين. نعم هناك نقص حتى في اللقاحات في الهند، بسبب أيضا أن الحكومة لم تستثمر في البنية التحتية للمختبرات الهندية لإنتاج أكبر عدد ممكن من أكبر كمية ممكنة من هذه اللقاحات. المسألة هنا نحن أمام كارثة. الحكومة الهندية في حالة حرب قصوى لتفادي هذه الأزمة. هناك قبل شهرين لن يكون هناك انفراج، لكن أيضا علينا أن نتذكر أن بعد شهرين سيتم إنتاج أكبر كمية من الأدوية. حتى ذلك الحين سيتم هناك سيزيد عدد الوفيات، سيزيد عدد الإصابات، والوضع سيبقى صعبا جدا على الحكومة الهندية، وهي تحتاج إلى كل جميع المساعدات بعد أن حافظت كما تعلمين على مدى عقدين من الزمن على أنها لا تحتاج مساعدات من الخارج. دكتور وائل، يمكن السؤال طبي، لكن هل وصلنا إلى الذروة؟ لم نصل بعد إلى الذروة، أنا قلت ذلك، وأنا أقولها ليس فقط في الهند ولكن في جميع أنحاء العالم. أنت تعلمين أن هذا الفيروس يجب أن يصيب على الأقل ما بين 60 إلى 70% من سكان الأرض الكرة الأرضية لهذا السبب حتى نحصل على المناعة القطيع، وهذه هي المسألة الأساسية هنا. لذلك على جميع الدول، الهند ربما تكون اليوم الهند غدا باكستان، ومن ثم مصر، ومن ثم معظم الدول المكتظة وحتى الدول الفقيرة والغنية. هذا الفيروس خبيث يتكاثر، لديه كثير من السلالات، هذه السلالات ستكون قاتلة، والسلالات الهندية الآن هي الطفرات قاتلة كما كانت جنوب أفريقيا والبرازيل وحتى البريطانيا. شكرا جزيلا على المداخلة من الأكاديمي والبحث السياسي دكتور وائل عواد، حدثنا من نيودلهي.